بسم الله الرحمن الرحيم. مناشدة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم الدكتور مصطفى الكاظمي. يا دكتور، احنا نفيف من طلبة الدراسات العليا من كافة الاختصاصات، نلتمس عطفك الأبوي ونطلب منك بإداء الدور التكميلي أسوة بطلبة الدراسات السابقة والسنوات السابقة. ونحن في ظروف كورونا وداومنا حضوري وامتحاننا حضوري، والتقويم الجامعي بالتقويم الجامعي كان موجود الدور التكميلي، شاله وزير التعليم. ليش دكتور؟ انا مريضه، والله مريضه، وهسه نايمه مستشفى واخذ علاج بيولوجي مناعي. يعني انا اخذ علاج بيولوجي مناعي واداوم كورونا ونصابين كورونا، بالاضافه الى الطلبه اللي فقدوا ذويهم اثناء الامتحانات، يعني وما خلتهم يعني يؤدون الامتحان الدور الثاني. ليش تظلمنا هيك يا دكتور؟ أنا سمعت عنك يا دكتور إنه أي واحد يناشدك يا دكتور تلبي له اللي يريده، فاني قلت خلى دق الدكتور مصطفى الكاظمي أدق بابه بلكت يرد علي ويسمع مناشدتي أنا كطالبة دراسات عليا. الدكتور هذا موعد العلاج 4-1، وهاي أنا نايمة مستشفى، هاي الطابلة خافة تشذف، وهاي هسه دا آخر علاج. وأتمنى منك يا دكتور إنه ترحمنا يا دكتور، الوزير التعليم معاند ما يقبل يعطينا الدور التكميلي. دكتور ارحمنا، الله يخليك تنقذنا، والله يا دكتور الله يخليك، الله يوفقك، والله عصابنا تلمد يا دكتور، عصابنا تلمد يا دكتور. لا تضيع مستقبلنا يا دكتور، يا لانا عيد المادة على 5 درجات، عيد سنة كاملة على 5 درجات، وعلى أغلب الطلاب واقعين في المادة المكملين، وندفع الفلوس بالإضافة إلى ندفع الفلوس الرواتب اللي ياخذونها بالنسبة للموظفين. ارحمني يا دكتور، الله يخليك، بدور عليك ارحمني يا دكتور، والله نفسي تتعبت. راح أحكي على